إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن رحلة الإمام الشافعي رحمة الله عليه في طلب العلم رواها الشيخ الإمام العالم المقرئ أبو القاسم عبد العزيز ابن يوسف المالكي بالجامع العتيق بمصر سنة 53 و500. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله ابن فتح المعروف بابن الحبشي سنة 53 و500. قال: أخبرنا الشريف القاضي الموسوي أبو إسماعيل موسى ابن الحسين ابن إسماعيل ابن علي الحسيني المقرئ في سنة 84 و400 بالجامع العتيق بمصر. قال: أخبرنا الشيخ أبو العباس أحمد ابن إبراهيم الفارسي في ربيع الأول سنة 51 و400. قال: أخبرنا يحيى ابن عبد الله الرجل الصالح ويحيى ابن موسى المعدل بمصر. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد ابن محمد الواعظ المصري الكرواز. قال: حدثني أبو الفرد عبد الرزاق حمدان البطين. قال: حدثني أبو بكر محمد ابن المنكدر. قال: حدثني الربيع بن سليمان. قال: سمعت الإمام الشافعي رحمه الله يقول: رحلة الإمام الشافعي رحمة الله عليه في طلب العلم بهذا الإسناد. تكلم بعض أهل العلم في هذا الإسناد، وأوصله بعضهم إلى الطعن فيه طعنا يؤدي بخبر الرحلة إلى الوضع والكذب. وعلى كل الأحوال، هذا أمر يرجع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى حين، وننظر فيما حدث به الربيع ابن سليمان المراضي تلميذ الإمام الشافعي. الإمام تلميذ الإمام يقول: قال الشافعي رحمه الله: فاركت مكة وأنا ابن 14 سنة لا نبات بعارضي. فارق مكة رحمة الله عليه طلبا للعلم في هذه السن المبكرة، ولم يكن قد نبت بصدغيه شيء من شعر بعد. قال: فارقت مكة وأنا ابن 14 سنة لا نبات بعارضي، يعني لا نبات بجانبي وجهي من الأبطح إلى ذي طوى، وعلي بردتان يمانيتان منسوبتان إلى اليمن صنعا واستجلابا، فرأيت ركبا خرج من الأبطح إلى ذي طوى، فوجد ركبا وكان عليه بردتان يمانيتان. قال: فسلمت عليهم فردوا علي السلام. سلم على الركب فردوا عليه السلام، وثب إلي شيخ كان فيهم. قال: سألتك بالله إلا ما حضرت طعامنا. يقسم على الشافعي رحمة الله عليه وهو ابن 14 سنة وقد خرج في طلب العلم ولا نبات بعارضيه. قال: أقسمت عليك إلا ما حضرت طعامنا، سألتك بالله إلا ما فعلت. قال الشافعي رحمه الله: وما كنت أعلم أنهم أحضروا طعاما،
فأجبت مسرعا غير محتشم، فرأيت القوم يأخذون الطعام بالخمس ويدفعون بالراحة، فرأيت القوم يأخذون الطعام بالخمس ويدفعون بالراحة، فأخذت كأخذهم كي لا يستبشع عليهم مأكلي. رحمة الله عليه. في هذه السن المبكرة يراعي مثل هذا الواقع الذي كان يعيش فيه، ويلتفت إلى هذا الأمر الدقيق من أمور النفس. قال رحمه الله: فرأيت القوم يأخذون الطعام بالخمس ويدفعون، يعني في الأفواه بالراحة، فأخذت كأخذهم كي لا يستبشع عليهم مأكلي. والشيخ ينظر إلي: ثم أخذت السقاء فشربت وحمدت الله وأثنيت عليه سبحانه جل شأنه. فأقبل علي الشيخ وقال: أمكي أنت؟ قلت: مكي. قال: أقرشي أنت؟ قلت: قرشي. ثم أقبلت عليه وقلت: يا عم، بما استدللت علي؟ يعني لما سألت؟ أمكي أنت؟ أقرشي أنت؟ يا عم بما استدللت علي؟ قال: أما في الحضر فبالزي، يعني لست بدويا ولا أنت من أهل البادية، وإنما أنت حضري فقادم أنت من مكة. وأما في النسب فبأكل الطعام، لأنه من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكلوا طعامه، وذلك في قريش خاصة، فهم أهل كرم وأهل بر وأهل جود وأهل عطاء، وهم أرومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودوحته. قال: أما في الحضر فبالزي، وأما في النسب، لأنه إذا قال مكي فهذه نسبة لا على نسب، وإنما نسبة على حضر لا بداوة معه. قال: أما في الحضر فبالزي، وأما في النسب فبأكل الطعام، لأنه من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكلوا طعامه، وذلك في قريش خاص. من أي؟ لأنه قال: سألتك بالله إلا ما حضرت طعامنا. قال: وما كنت أعلم أنهم أحضروا طعاما، فأجبت مسرعا غير محتش. أجبت مسرعا غير محتش، يقول: لأنه من أحب أن يأكل طعام الناس أحب أن يأكلوا طعامه، وذلك في قريش خاص، فهم إذا ما دعوا إلى الطعام أسرعوا، لأنهم سوف يردون ذلك كيلا بكيل، بل أوفر منه وأعظم، وذلك في قريش خاص. قال الشافعي رحمه الله: فقلت للشيخ: من أين أنت؟ قال: من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت: من العالم بها والمتكلم في نص كتاب الله تعالى والمفتي بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سيد بني أصبح مالك بن أنس رحمه الله تعالى، الذي هو عالم بها والمتكلم في نص كتاب الله تبارك وتعالى بها والمفتي بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينته، سيد أصبح مالك بن أنس الأصبحي. فقلت: وشوقاه إلى مالك؟ فقال لي: قد بل الله شوقك. فكأنه كان مستعرا يلتهب ونارا تتلظى، فقال: قد بل الله شوقك. انظر إلى هذا البعير الأورق، فإنه أحسن جمالنا ونحن على رحيل، يعني نحن على نية السفر الآن ونحن على رحيل، ولك منا حسن الصحبة حتى تصل إلى مالك، فما كان غير بعيد حتى قطروا بعضها إلى بعض، والقطار من الإبل هو ما كان
من جمل قد ربط إلى جمل يسير خلفه، فهو قطار، قطار إبل. وقد أخذ منه لفظ القطار لذلك القطار، وأما في الأصل فهو قطار الإبل التي تقطر بعضها إلى بعض فتصير قطارا يتتابع. انظر إلى هذا البعير الأورق فإنه أحسن جمالنا ونحن على رحيل، ولك منا حسن الصحبة حتى تصل إلى مالي. فما كان غير بعيد حتى قطروا بعضها إلى بعض وأركبوني البعير الأورق، وأخذ القوم في السير وأخذت أنا في الدرس. فختمت من مكة إلى المدينة 16 ختمة، بالليل ختمة وبالنهار ختمة، ودخلت المدينة في اليوم 8 بعد صلاة العصر، وله من العمر 14 سنة، وما نبت بعارضيه شعر بعد. فلما كان في الطريق من مكة إلى المدينة طالبا للعلم قال: ختمت 16 ختمة، بالليل ختمة وبالنهار ختمة، ودخلت المدينة في اليوم 8 بعد صلاة العصر، بختام 16 ختمة في اليوم 8 بعد صلاة العصر دخل مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصليت العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ودنوت من القبر فسلمت على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هنالك بالروضة الشريفة. دنوت من القبر فسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأيت مالك بن أنس مؤتزرا ببردة متشحا بأخرى، جعل بردة إزارا وجعل أخرى وشاحا كالرداء على كتفيه. مالك رحمة الله عليه هو المفتي في المدينة، وهو المتكلم فيها بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي إليه الناس من أطراف الأرض ومن جهاتها الأربع يطلبون العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جالس هو وحوله تلامذته بالروضة، وقبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثمة بقرب. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. فكان مالك رحمة الله عليه جالسا يحدث ويتحدر من ثناياه العلم الذي أثره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء الشافعي رحمة الله عليه وهو ابن 14 سنة، فدخل مع العصر فوجد الحلقة قائمة، ووجد مالكا رحمة الله عليه يحدث. قال مالك رحمه الله: حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر، وضرب بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشافعي رحمه الله: فلما رأيت ذلك هبت مهابة عظيمة. لما رأيت ذلك، لأنه يعلو بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد عال جدا، قال: حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأهوى بيده إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فهبته مهابة عظيمة، وجلست حيث انتهى بي المجلس. مالك يحدث، الطلاب يكتبون، وكان مالك رحمة الله عليه يرى كما هو الشأن في طلب العلم عند أهل المدينة أن أعلى درجات التحمل 8 الأخذ عن الشيخ بالعرض عليه،
لا بقراءة الشيخ على طلابه، وإنما بالعرض على الشيخ. وكان مالك رحمة الله عليه لا يحدث قراءة على أحد، وإنما يقرأ عليه وهو يسمع رحمة الله عليه. الشافعي رحمة الله عليه سمع مالكا رحمه الله في ذلك الأوان يقول: حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، الطلاب يكتبون، والشافعي قادم من سفر ولم يكن مهيئا بدفتر وقلم ودوات ومداد من أجل أن يكتب وراء شيخه رحمة الله عليه. قال: فأخذت عودا من الأرض فجعلت كل ما أملى مالك حديثا كتبته بريقي على يدي. والإمام مالك رحمه الله ينظر إلي من حيث لا أعلم حتى انقضى المجلس. مالك يحدث رحمة الله عليه، الشافعي يكتب، أخذ عودا فجعل الريق مدادا وجعل الراحة صحيفة، وأخذ يغمس عوده في مداده يخط على صحيفته، يعني على راحته. ومالك يراه من حيث لا يراه حتى انقضى المجلس. قال: وانتظرني مالك أن أنصرف فلم يرني أنصرف، فأشار إلي فدنوت منه، فنظر إلي ساعة ثم قال: أحرمي أنت؟ قلت: حرمي. قال: أمكي أنت؟ قلت: مكي. قال: أقرشي أنت؟ قلت: قرشي. لأن الشافعي رحمة الله عليه كان ينتهي نسبه في جده السادس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أقرشي أنت؟ قلت: قرشي. قال: كملت أوصافك، حرمي قرشي مكي، ولكن فيك إساءة أدب. يقول الإمام مالك للإمام الشافعي في ذلك الوقت: كملت أوصافك نسبة، ولكن فيك إساءة أدب. قلت: وما الذي رأيت من سوء أدبي؟ قال: رأيتك وأنا أملي ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم تلعب بريقك على يدك. أملي ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تلعب بريقك على يدك في مجلس التحديد. فقلت له: عدمت البياض، يعني لا قرطاس لدي كما تقول، وما كتب من سوداء في بيضاء، يعني ما استخدم مدادا ليكتب على قرطاس. قال: عدمت البياض فكنت أكتب ما تقول. فجذب مالك يدي إليه فقال: ما أرى عليها شيئا، يعني قد كتبت على راحتك فأي لا أرى عليها شيئا. فقلت: إن الريق لا يثبت على اليد، ولكن فهمت جميع ما حدثت به منذ جلست وحفظته إلى حين قطعت، يعني منذ دخلت وأنت تقول: حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأهوى بيده إلى قبر المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. قال: فهمت جميع ما حدثت به منذ جلست وحفظته إلى حين قطعت. فتعجب الإمام مالك من ذلك فقال: أعد علي ولو حديثا واحد. قال الشافعي رضي الله عنه: فقلت: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، وأشرت بيدي إلى القبر كإشارته، عن صاحب هذا القبر، حتى أعدت عليه 25 حديثا حدث بها من حين جلس إلى وقت قطع المجلس وسقط القرص، يعني أقبل الليل. فصلى مالك المغرب وأقبل على عبده وقال: خذ بيد سيدك إليك. خذ بيد سيدك إليك في مقابل
فيك إساءة أدب، وفي مقابل رأيتك وأنا أملي ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم تلعب بريطك على يدك، وفي مقابل إن الريط لا يثبت على اليد يقول الشافعي، فيقول له الإمام مالك أعد علي ولو حديثا واحدا. وفيه ما فيه في هذا القول ما فيه من نبرة التحدي، أنت تعبث ولا أدب عندك في مجلس العلم، وأنت فيك إساءة أدب. ثم يقول لعبده خذ بيد سيدك إليك، وهو ابن 14 سنة، وسألني النهوض معه. قال الشافعي رحمه الله: فقمت غير ممتنع إلى ما دعا من كرمه، فلما أتيت الدار أدخلني الغلام إلى خلوة في الدار، وقال لي: القبلة في البيت هكذا، وهذا إناء فيه ماء، وهذا بيت الخلاء. عد طالب العلم في أي بيت، القبلة ها هنا، وهذا إناء فيه ماء للوضوء، وهذا بيت الخلاء. ماذا يريد طالب العلم في أي موضع سوى هذا؟ القبلة ها هنا، وهذا إناء فيه ماء، وهذا بيت الخلاء. قال الشافعي رحمه الله: فما لبث مالك رحمه الله حتى أقبل هو والغلام حاملا طبقا، فوضعه من يده وسلم الإمام عليه، ثم قال لغلامه: اغسل علينا. ثم وثب الغلام للإناء وأراد أن يغسل علي أولا. على الشافعي، أخذ الغلام الإناء وأراد أن يصب على يدي الشافعي أولا ليغسل يديه، فصاح عليه مالك وقال: الغسل في أول الطعام لرب البيت وفي آخر الطعام للضيف. الغسل في أول الطعام لرب البيت وفي آخر الطعام للضيف، هو أدب من أدب الإسلام العالي. فلا يغسل الضيف قبل رب البيت أولا، ويظل منتظرا حتى يفرغ رب البيت من غسله لكي يقبل بعده على الطعام، وإنما يغسل رب البيت أولا وينتظر أو يعد، ثم يغسل الضيف لكي يأخذ من حين ينتهي من غسل يديه الطعام مباشرة. وعلى الضد من ذلك يكون الشأن في آخر الطعام، فإذا ما فرغ من الطعام غسل الضيف أولا. قال الشافعي: فاستحسنت ذلك من الإمام مالك رحمه الله، وسألته عن شرحه، فقال إنه يدعو الناس إلى كرمه، فحكمه أن يبتدئ هو بالغسل وفي آخر الطعام ينتظر من يدخل فيأكل معه. وهذه أخرى، يقول إنه يدعو الناس، أي رب البيت يدعو الناس إلى كرمه، فحكمه أن يبتدئ هو بغسل يديه وفي آخر الطعام لا يغسل أولا، وإنما ينتظر من يدخل فيأكل معه. قال الشافعي رحمه الله: فكشف الإمام رحمه الله الطبق، فكان فيه صحفتان، في إحداهما لبن والأخرى تمر، فسمى الله تعالى وسميت، فأتيت أنا ومالك على جميع الطعام، وعلم مالك أننا لم نأخذ من الطعام الكفاية، فقال لي: يا أبا عبد الله، يقول ذلك للإمام الشافعي لتلميذه وله من العمر 14 سنة، هذا جهد من مقل إلى فقير معدل. فقلت: لا عذر على من أحسن، إنما العذر على من أساء. ما السن هاهنا؟ ما قيمته وما شأنه؟ لا قيمة له عند من يحسن أن يقول وهو ابن 14 سنة: لا عذر على من أحسن، إنما العذر على من أساء. الذي يحسن أن يقول هذا الكلام طاعن في سن الخبرة، متجاوز لحد الشباب والكهولة والشيخوخة والهرم. قال الشافعي رحمه الله: فأقبل مالك يسألني عن أهل مكة حتى دنت العشاء الآخرة،
ثم قام عني وقال: حكم المسافر أن يقل تعبه بالاضطجاع. فنمت ليلتي، فلما كان في الثلث الأخير من الليل قرع علي مالك الباب فقال لي: الصلاة يرحمك الله. يغريه بالصلاة ويأمره بأن يأخذ بها رحمة الله عليه. فرأيته حامل إناء فيه ماء، فتبشع، يعني صار بشعا جدا علي ذلك أن يحمل الإمام الماء بنفسه من أجل أن يصب عليه. فقال لي: لا يروعك، لا يفزعك ما رأيته، فخدمة الضيف فرض. لا يروعك ما رأيته، فخدمة الضيف فرض. قال الشافعي رحمة الله عليه: فتجهزت للصلاة وصليت الفجر مع الإمام مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس لا يعرف بعضهم بعضا من شدة الغلس الظلمة التي تكون في آخر الليل وقبل انفجار الصبح وقبل ميلاد الضياء. وجلس كل واحد منا في مصلاه يسبح الله تعالى إلى أن طلعت الشمس على رؤوس الجبال. فجلس مالك في مجلسه بالأمس وناولني الموطأ أمليه وأقرأه على الناس وهم يكتبون. فكان مالك القارئ بين يدي الإمام، فكان الشافعي رحمه الله القارئ بين يدي الإمام مالك في الموطأ يسرد أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد الإمام مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقارئا ما هنالك أيضا من بلاغات مالك عليه الرحمة، والناس يكتبون. وكان من شدة هيبته لشيخه رحمة الله عليهما أنه كان يقول: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا حتى لا يسمع وقعه رحمة الله عليه. فيه حس وفيه إحساس انتفت عنه الغلظة وانتفت عنه القسوة وانتفت عنه الفظاظة، وكان كما رأيت من بدء طريقه في طلب العلم مخلوقا لهذا الشأن رحمة الله عليه. قال الشافعي: فأتيت على حفظه من أوله إلى آخره، وأقمت ضيف مالك 8 أشهر، فما علم أحد من الأنس الذي كان بيننا أينا الضيف. ظل 8 أشهر ضيفا على مالك رحمة الله عليهما، وأما الأنس الذي كان بينهما وهو أنس بالعلم يجمع القلوب وإن تفاوتت السنون وإن علت المراتب مختلفة متباينة، يقول: فما علم أحد من الأنس الذي كان بيننا أينا الضيف. ثم قدم على مالك المصريون بعد قضاء حجهم للزيارة، زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واستماع الموطأ. قال الشافعي: فأمليت عليهم حفظا، حفظ الموطأ من قراءته على الناس لأول مرة رحمة الله عليه. فلما جاء المصريون بعد قضاء الحج مصعدين في طريقهم من مكة زادها الله شرفا إلى المدينة النبوية زادها الله عزا، مصعدين إلى الشمال من أجل أن يعودوا إلى مستقرهم، مروا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة المسجد النبوي ولسماع الموطأ على مالك رحمة الله عليه. قال الشافعي: فأمليت عليهم حفظا، منهم عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم، منهم عبد الله بن عبد الحكم وأشهب وابن القاسم. قال الربيع: وأحسب أنه ذكر الليث بن سعد، وهذا في الحق غير صحيح، لأنه بينه وبين الشافعي كثير. ثم قدم لا كثير من حيث الزمان المتطاول، وإنما لم يلقى. ثم قدم بعد ذلك أهل العراق لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشافعي: فرأيت بين القبر والمنبر فتى
جميل الوجه نظيف الثوب حسن الصلاة. فتوسمت فيه خيرا فسألته عن اسمه فأخبرني، وسألته عن بلده فقال العراق، فقلت أي العراق؟ فقال الكوفة. قلت من العالم بها والمتكلم في نص الكتاب والمفتي بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى. قال الشافعي: فقلت ومتى عزمتم تضعنون ترتحلون؟ فقال لي في غداة غد وقت الفجر. فعدت إلى مالك فقلت له: خرجت من مكة في طلب العلم بغير استئذان العجوز، يعني أمة، أفأعود إليها أو أرحل في طلب العلم؟ فقال لي: العلم فائدة يرجع منها إلى فائدة، ألم تعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب؟ قال الشافعي رحمه الله: فلما أزمعت على السفر زودني الإمام مالك رحمه الله، فلما كان في السحر سار معي مشيعا إلى البقيع، ثم صاح بعلو صوته: من يكري راحلته إلى الكوفة؟ من يؤجر راحلته إلى الكوفة؟ فأقبلت عليه وقلت: بما تكتري وليس معك ولا معي شيء؟ فقال لي: انصرفت البارحة بعد صلاة العشاء الآخرة إذ قرأ علي قارع، طرق علي الباب طارق فخرجت إليه فأصبت ابن القاسم، فسألني قبول هديته فقبلتها، فدفع إلي صرة فيها 100 دينار، وقد أتيتك بنصفها وجعلت النصف لعيالي. الكلام لمالك: أتيتك بنصفها وجعلت النصف لعيالي، فاكترى لي ب4 دنانير، ودفع إلي باقي الدنانير وودعني وانصرف. وصدت في جملة الحاج حتى وصلت إلى الكوفة. الحجيج الآيبون من حدهم إلى الكوفة. قال: وصلت معهم يوم 24 من المدينة، يعني بعد 24 يوما من الرحيل من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلنا الكوفة. فدخلت المسجد بعد صلاة العصر وصليت العصر، فبينما أنا كذلك إذ رأيت غلاما قد دخل المسجد وصلى العصر، فما أحسن الصلاة. فقمت إليه ناصحا فقلت له: أحسن صلاتك لئلا يعذب الله تبارك وتعالى هذا الوجه بالنار. فقال لي: أنا أظنك أنك من أهل الحجاز، لأن فيكم الغلظة والجفاء وليس فيكم رقة أهل العراق، وأنا أصلي هذه الصلاة 15 سنة بين يدي محمد بن الحسن وأبي يوسف، فما عابا علي صلاتي قط. وخرج معجبا ينفض رداءه في وجهي. الإمام الشافعي من القلة القليلة التي رزقت الرسم بالكلمات، وكان بليغا لله أبوه، وكان فصيحا فصاحة لا تدان، وكان حسن الصوت بالتلاوة جدا، وكان إذا ما دخل المسجد الحرام جلس هنالك قريبا من زمزم فشرع في التلاوة وكان صيتا، فيجتمع عليه من بالمسجد الحرام يسمعون تلاوته رحمة الله عليه. وكان شاعرا، بل كان مفلقا، حتى إنه لا يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. مر هذا الغلام ينفط رداءه في وجهه معجبا بنفسه ويقول: صليت هذه الصلاة التي تعيب 15 سنة بين يدي محمد ابن الحسن وأبي يوسف، فما عاب علي صلاتي قط. فلقي، يقول الشافعي،
للتوفيق محمد بن الحسن وأبا يوسف بباب المسجد. خرج الغلام المعجب بنفسه الذي معيبت صلاته بين يدي هذين العالمين 15 سنة، قال: خرج فلقي محمد بن الحسن وأبا يوسف بباب المسجد، فقال: أعلمتما في صلاتي من عيب؟ فقال: اللهم لا. قال: ففي مسجدنا هذا من عاب صلاتي؟ فقال: اذهب إليه فقل له بما تدخل الصلاة. اذهب إليه فقل له بما تدخل الصلاة. وهي أثارة من دليل على طريقة أهل الرأي في امتحانهم من يمتحنونه، فقال: اذهب فقل له بما تدخل الصلاة. قال الشافعي رحمة الله عليه: فجاء الفتى فقال: يا من عاب صلاتي بما تدخل في الصلاة؟ فقلت: بفرضين وسنة. فقلت: أدخل الصلاة بفرضين وسنة. فعاد إليهما وأعلمهما بالجواب، فعلم أنه جواب من نظر في العلم، فقال: اذهب إليه فقل له ما الفرضان وما السنة. فأتى إلي فقال: ما الفرضان وما السنة؟ فقلت: أما الفرض الأول فالنية، والثاني تكبيرة الإحرام، والسنة رفع اليدين. فعاد إليهما فأعلمهما بذلك، فدخلا إلى المسجد، فلما نظر إلي أظنهما ازدريان، احتقران، لأن له من العمر أقل من 15 سنة، ولا نبات بعارضه، لأنه خرج من مكة إلى المدينة يريد تحصيل علم مالك رحمه الله، وله 14 سنة، فمكث هنالك 8 أشهر، وظل قريبا من شهر في السفر من المدينة إلى الكوفة، فلم يبلغ 15 بعد. فلما نظر إلي أظنهما ازدريان، فجلسا ناحية، وقال لذلك الفتى: اذهب إليه وقل له أجب الشيخين. دخل لذلك الرجل الذي أجاب جواب من نظر في العلم: أين هو؟ فقال: هو. فلما نظر إليه قال: أظنهما ازدريان. فلم يشاء أن يبلغ إليه وأن يصل إليه، وإنما جلس وأراد أن يصل هو إليهما وأن يأتي هو إليهما، فجلس وقال له: اذهب وقل له أجب الشيخين. فلما أتاني علمت أني مسؤول عن شيء من العلم، فقلت: من حكم العلم أن يؤتى إليه، وما علمت لي إليهما حاجة. وهذا ليس بكبر، وإنما هو دلالة على ما وراءه من تلك العقلية الناضجة والنفسية الفذة. فقال: عندما طلب منه أن يبلغ الشيخين وأن يجلس إليهما، قال: من حكم العلم أن يؤتى إليه، فهو مسؤول عن شيء من العلم، وما علمت لي إليهما حاجة. وإذا فإذا كان شيء لهما عندي يتعلق بالعلم، فمن حكم العلم أن يؤتى إليه، وأنا ما لي إليهما حاجة. قال الشافعي رحمه الله: فقام من مجلسهما إلي، فلما سلم علي قمت إليهما وأظهرت البشاشة لهما وجلست بين يديهما. الأدب هو هو، لم يتخلف، حتى وهو يقول: من حكم العلم أن يؤتى إليه، وما علمت لي إليهما حاجة. ولكن لعلك تذكر ما كان من أمر بلال مع خالد رحمة الله ورضوانه عليهما، عندما جاء أمر أمير المؤمنين بأن يقيد بعمامته، أن تقيد يداه بعمامته، وأن يسأل من أين أعطى فلانا وفلانا من الشعراء، أم من ماله أم من مال المسلمين، فإن كان من ماله فقد أسرف، وإن كان من مال المسلمين فقد خان، ثم فليقاسم المال على كل حال، ثم فليعزل.
ولما قال أبو عبيدة ما قال وهو يسأل خالدا ولا يجيب، قام بلال فنقض عمامة خالد وقيده بها، ثم قال أجب سؤال أمير المؤمنين. فلما أجاب خالد رحمة الله عليه ورضوانه وفرغ من أمر المسألة عممه بيده، بلال عممه بيده وهو الذي نقض العمامة أول مرة، ثم أقبل على الناس يقول نسمع ونطيع لولاتنا ونخدم ونقدر موالينا، أي أسيادنا، يعطي خالدا حقه وهو مطيع لله تبارك وتعالى في الحالين. فجلس الشافعي بين يديهما جلسة طالب العلم بين يدي شيخه، فأقبل علي محمد بن الحسن فقال أحرمي أنت؟ فقلت نعم. فقال أعربي أم مولى؟ فقلت عربي. قال من أي العرب؟ قلت من ولد المطلب. قال من ولد من؟ قلت من ولد شافع. قال رأيت مالكا؟ هكذا وقعت، رأيت مالكا رحمه الله الإمام؟ قلت من عنده أتيت، يعني قادم أنا من لدن مالك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لي نظرت في الموطأ؟ قلت أتيت على حفظه، فعظم ذلك عليه ودعا بدوات وبياض وكتب مسألة في الطهارة ومسألة في الزكاة ومسألة في البيوع والفرائض والرهن والحج والإيلاء، ومن كل باب في الفقه مسألة، وجعل بين كل مسألتين بياض، يضع سؤالا ويترك فراغا، ثم يضع سؤالا ثم يضع سؤالا ثم يجعل فراغا وهكذا. ودفع إلي الدرجة، يعني الصحيفة التي يكتب فيها، وقال أجب عن هذه المسائل كلها من الموطأ، فإنك تقول مدعيا أنك قد أتيت عليه حفظا. قال الشافعي عليه الرحمة فأجبت بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين في المسائل كلها، ثم دفعت إليه الدرج فتأمله ونظر فيه، ثم قال لعبده خذ بيد سيدك إليك. قال الشافعي رحمه الله ثم سألني النهوض مع العبد فنهضت غير ممتنع، فلما صرت إلى الباب قال لي العبد إن سيدي أمرني أن لا تصير إلى المنزل إلا راكبا. قال الشافعي فقلت له قدم، فقدم إلي بغلة بسرج محلى، فلما علوت على ظهرها رأيت نفسي بأطمار رثة، يعني بثياب مهلهلة على بغلة مطهمة مسرجة ملجمة، فحدث هنالك تباين بين الراكب والمركوب، فطاف بي الغلام أزقة الكوفة إلى منزل محمد بن الحسن، فرأيت أبوابا وتهاليز موقوشة، فذكرت ضيق أهل الحجاز وما هم فيه وما كان عليه مالك من التقشف فبكيت، وقلت أهل العراق ينقشون سقوفهم وأهل الحجاز يأكلون القديد ويمصون النوى. ثم أقبل علي محمد بن الحسن وأنا في بكائي فقال لا يروعك يا أبا عبد الله ما رأيت، فما هو إلا من حقيقة حلال ومكتسب، ما هو إلا من حقيقة حلال، يعني من صلب حلال صرف لا شبهة فيه ومكتسب، وما يطالبني الله فيه بفرض، وإني أخرج زكاتها في كل عام فأسر بها الصديق وأكبت بها العدو، وإني أخرج زكاتها في كل عام فأسر بها الصديق وأكبت بها العدو. قال الشافعي عليه الرحمة فما بت حتى كساني محمد بن الحسن خلعة بألف درهم، وكان مقبلا من لدن مالك عليه الرحمة بأطمار رثة وثياب مهلهلة، ثم دخل خزانته فأخرج إلي الكتاب الأوسط تأليف الإمام أبي حنيفة، فنظرت تلك الليلة في أوله وفي آخره
ثم ابتدأت الكتاب في ليلتي أتحفظه، يعني أريد أن ينظر فيه حافظا إياه، فما أصبحت إلا وقد حفظته. أخرج إليه الكتاب من الخزانة لكي ينظر فيه في ليلته متسليا، حتى لا يحس الوحشة ولا يجد مس الوحدة. قال: فنظرت في أوله وفي آخره كأنما يروزه يزنه، كما يصنع التاجر الحاذق في السلعة يجعلها على يده فإذا هي مقدرة. قال: فنظرت في أوله وفي آخره، يعني كم يأخذ هذا من الوقت لكي يحفظ ولكي ينقش على صفحة الذاكرة. قال: فما أصبحت إلا وقد حفظته، ومحمد بن الحسن لا يعلم بشيء من ذلك، وكان المشهور بالكوفة بالفتوى والمجيب في النوازل. فأنا قاعد عن يمينه في بعض الأيام، وكان لم يعلم بعد بأن الشافعي قد حفظ الكتاب الذي أخرجه إليه من ليلته. فبينما أنا قاعد عن يمينه في بعض الأيام، إذ سئل عن مسألة أجاب فيها، وقال: هكذا قال أبو حنيفة. فقلت له: قد وهمت في الجواب في هذه المسألة، والجواب من قول الرجل كذا وكذا، وهذه المسألة تحتها المسألة الفلانية وفوقها المسألة الفلانية في الكتاب الفلاني الذي أعطيتني إياه ليلة نزلت عليك ضيفا. فأمر محمد بن الحسن بالكتاب فأحضر، فتصفحه ونظر فيه، فوجد القول كما قلت، وجد المسألة كما قال الشافعي، وفوقها المسألة الفلانية وتحتها المسألة الفلانية في الكتاب الذي أخرجه إليه. فوجد القول كما قلت، فرجع عن جوابه إلى ما قلت، ولم يخرج إلي بعدها كتابا. قال الشافعي: فاستأذنته في الرحيل. قال: ما كنت لآذن لضيف بالرحيل عني، وبدل لي مشاطرة نعمته، فقلت: ما لي ذا قصدت، ولا لي ذا أردت، ولا رغبتي إلا في السفر. يعني ظن أن الشافعي رحمة الله عليه يريد أن يرحل لأنه يريد أن يضرب في الأرض لطلب الرزق، فعرض عليه مشاطرة النعمة، يعني أن يقسم بينه وبينه ما يملك، كما صنع مالك فيما من الله تبارك وتعالى به عليه في ليلة رحيل الشافعي عنه، فقال: هذا لك وهذا لعيالي، النصف لك والنصف لعيالي. فأكرى له بعيرا بأربعة دراهم وأعطاه الباقي، وصحبتك السلامة أبا عبد الله. فقال الشافعي رحمة الله عليه: ما لهذا قصدت، ولا لذا أردت، ولا رغبتي إلا في السفر. قال: فأمر غلامه أن يأتي بكل ما في خزائنه من بيضاء وحمراء من ذهب وفضة، فدفع إلي ما كان فيها وهو 3000 درهم، وأقبلت أطوف العراق وأرض فارس وبلاد الأعاجم، وألقى الرجال حتى صرت ابن 21 سنة طالت المدة. ثم دخلت العراق في خلافة هارون الرشيد، فعند دخول الباب تعلق بي غلام فلاطفني وقال: ما اسمك؟ فقلت: محمد. قال: ابن من؟ قلت: ابن إدريس الشافعي. فقال: مطلبي. فقلت: أجل. فكتب ذلك في لوح كان في كمه وخلى سبيل، كان واحدا من العسس. فأويت إلى بعض المساجد أفكر في عاقبة ما فعل، حتى إذا ذهب من الليل النصف كبس المسجد. قديم يا صاحب. وأقبلوا يتأملون وجه كل رجل حتى أتوا إليه، فقالوا للناس: لا بأس عليكم، هذا هو الحاجة والغاية المطلوبة. ثم أقبلوا علي وقالوا: أجد أمير المؤمنين. فقمت غير ممتنع. فلما بصرت بأمير المؤمنين سلمت عليه سلاما بينا، فاستحسن الألفاظ ورد علي الجواب، ثم قال: تزعم أنك من بني هاشم؟
فقلت يا أمير المؤمنين كل زعم في كتاب الله باطل، يعني لا أزعم وإنما أنا كذلك حقيقة. تزعم أنك من بني هاشم؟ فقلت يا أمير المؤمنين كل زعم في كتاب الله باطل. فقال أبن لي عن نسبك واكشفه. فانتسبت حتى لحقت بالنسب الأعلى. فقال للرشيد ما تكون هذه الفصاحة ولا هذه البلاغة إلا في رجل من ولد المطلب، هل لك أن أوليك قضاء المسلمين وأشاطرك ما أنا فيه وتنفذ فيهم حكمك وحكمي على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واجتمعت عليه الأمة؟ قلت يا أمير المؤمنين لو سألتني أن أفتح باب القضاء بالغداة وأغلقه بالعشي بنعمتك هذه ما فعلت ذلك أبدا. بنعمتك هذه يعني بما أنت فيه من شأن الخلافة، ما فعلت ذلك أبدا. فبكى الرشيد وقال تقبل من عرض الدنيا شيئا؟ قلت يكون معجلا. فأمر لي بألف دينار فما برحت من مقامي حتى قبضتها. ثم سألني بعض الغلمان والحشم أن أصلهم من صلتي، فلم تسع المروءة أن كنت مسؤولا غير المقاسمة فيما أنعم الله به علي. الشافعين رحمة الله عليه يقول والله لو علمت أن شرب الماء البارد على العطش والظمأ ينقص شيئا من مروءتي ما شربته. لو كان شرب الماء البارد على الظمأ والعطش ينقص شيئا من مروءتي ما شربته. فلما تحصل على الماء وسئل قال لم تسع المروءة أن كنت مسؤولا غير المقاسمة فيما أنعم الله به علي. فخرج لي المقاسمة ليست المشاطرة وإنما القسمة على العدد. قال فخرج لي قسم كأقسامهم. المقاسمة يعني لم يقسم المال قسمين فيأخذ هو نصفه ويعطيهم نصفه، وإنما أخذ عدد الغلمان وجعل نفسه واحدا معهم ثم قسم المال على العدد وأعطى كلا قسما. قال فخرج لي قسم كأقسامه وصار كأي غلام كان في حضرة الرشيد، وهو الذي عرض عليه ما عرض منذ هنيهة لا تزيد. ثم عدت إلى المسجد الذي كنت فيه ليلتي، المسجد الذي كبس بالليل واقتيد منه الشافعي إلى حضرة أمير المؤمنين. قال عدت إلى المسجد الذي كنت فيه في ليلتي فتقدم يصلي بنا غلام صلاة الفجر في جماعة، فأجاد القراءة ولحقه سهو ولم يدري كيف الدخول ولا كيف الخروج. حدث عنده خلل في الصلاة ولم يدري ما يصنع، فأرتج عليه ماذا يصنع؟ لا يدري كيف الخروج ولا كيف الدخول. فقلت له بعد السلام أفسدت علينا وعلى نفسك أعد. فأعاد مسرعا وأعدنا. ثم قلت أحضر بياضا أعمل لك باب السهو في الصلاة والخروج منها والخروج منه وتأمل. يقول فتقدم يصلي بنا غلام صلاة الفجر في جماعة فأجاد القراءة ولحقه سهو ولم يدري كيف الدخول ولا كيف الخروج. قديم أيضا في الناس أنهم يجتهدون في تحصيل شأن القراءة من غير ما فقه ولا علم، قديم هو في الناس. ويدخل الواحد منهم في الصلاة وقد أحكم القراءة وأحاط بحروفها وتأمل في طرقها، ثم يعرض له الأمر في الصلاة لا يدري كيف الخروج ولا كيف الدخول. والشافعي هنالك يقول أفسدت علينا على نفسك أعد. فأعاد مسرعا وأعدنا. ثم قلت أحضر بياضا أعمل لك باب السهو في الصلاة والخروج منه. فسارع إلى ذلك ففتح الله عز وجل. فألفت له كتابا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، وسميته باسمه، وهو 40 جزءا يعرف بكتاب الزعفران الزعفراني، يعني ذلك الغلام.
وهو الذي وضعته بالعراق حتى تكامل في 3 سنين، وولاني الرشيد الصدقات بنجران، وقدم الحاج فخرجت أسألهم عن الحجاز فرأيت فتى في قبته، فلما أشرت إليه بالسلام أمر قائد القبة أن يقف وأشار إلي بالكلام، فسألته عن الإمام مالك وعن الحجاز فأجاب بخير، ثم عاودته إلى السؤال عن مالك فقال لي أشرح لك أو أختصر، يعني أبين لك حال مالك على سبيل الشرح والبسط أو على سبيل الاختصار والإيجاز. قلت في الاختصار البلاغة، فقال في صحة جسم وله 300 جارية يبيت عند الجارية ليلة فلا يعود إليها إلى سنة، فقد اختصرت لك خبره. وقد ترك الإمام الشافعي الإمام مالك قبل الرحيل في أسوأ حال، حتى إنه عندما أراد أن يكري له بعيرا، أن يؤجر له بعيرا في الرحلة من المدينة إلى الكوفة، أقبل عليه الشافعي مستنكرا قال من أين تكري لي وما معك ولا معي مال؟ فقال فتح الله، فقد جاءنا الليلة بفضل الله تبارك وتعالى هدية، فهي قسمة بينك وبين عيالي، فأنت واحد منهم، وإن كان لك القدح المعلى والنصيب الأوفى فلك النصف ولعيالي جميعا النصف. تركه في أسوأ حال، وأما الآن فيسمع في صحة جسم وله 300 جارية يبيت عند الجارية ليلة فلا يعود إليها إلى سنة، فقد اختصرت لك خبره. هذا بلا شك على سبيل المبالغة، وما كان مالك ممن يتوسع في الدنيا هذه التوسعة رحمة الله عليه، قد كان يذهب إلى الخلاء في كل 3 أيام مرة، ثم يقول وخجلاه من ربي من كثرة ما أذهب إلى الخلاء. مالك كان على ما كان عليه من الورع، ولكن رحمة الله عليه الشأن عنده كالشأن عند كثير من أهل الخير والفضل، يكون متقشفا، فإذا ظهر عليه شيء من أثارة من نعمة حائلة باهتة قيل من أين، ثم ضخمت وكبرت، وإذا الفأر جملا وإذا الصخرة جبلا، والله رب العالمين يعلم ما هنالك. قال الشافعي فاشتهيت أن أراه في حال غناه كما رأيته في حال فقره، فقلت له أما عندك من المال ما يصلح للسفر؟ فقال إنك لتوحشني خاصة وأهل العراق عامة، توحش أهل العراق عامة وتوحشني أنا خاصة لشدة تعلقي بك، وجميع مالي فيه، يعني في العراق لك، وجميع مالي فيه لك. فقلت له فبما تعيش؟ قال بالجاه. بالجاه، وهنالك في الفقه ما يسمى في كتاب الشركات بشركة الوجوه، فتشارك أنت بمالك وهذا بعمله وماله، وفلان بوجهه بمقامه، ففلان في الشركة داخل، يكفي هذا شركة الوجوه. قال أعيش بالجاه، ثم نظر إلي وحكمني في ماله فأخذت منه على حسب الكفاية والنهاية، وسرت على ديار ربيعة ومضر، فأتيت حران ودخلتها يوم الجمعة، فذكرت فضل الغسل وما جاء فيه، فقصدت الحمام، فلما سكبت الماء رأيت شعر رأسي شعثا، فدعوت المزينة، فلما بدا برأسي وأخذ القليل من شعري دخل قوم من أعيان البلد فدعوه إلى خدمتهم فسار إليهم وتركني. حلق نصف رأس الشافعي رحمة الله عليه ودخل الأعيان فنادوا عليه فأسرع وترك الشافعي رحمة الله عليه، فلما قضوا ما أرادوا منه عاد إلي فما أردته، وخرجت من الحمام على الحال التي تركه عليه بنصف رأس مقصوص المحلوق، وأما النصف الآخر فعلى حاله. قال فلما قضوا ما أرادوا منه عاد إلي فما أردته، ما هكذا يكون؟
وخرجت من الحمام فدفعت إليه أكثر ما كان معي من الدنانير، وقلت له خذ هذه، وكان لا يؤمن فيه شيء وكذا الناس. وتعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتت المراضع يطلبن الرضع في مكة ليأخذن الرضع إلى البادية بعيدا عن وبء مكة ووخامة جوها ليشبوا شبابا ويصحوا صحة في الخلاء هنالك في البادية مع الهواء والصحراء، لما دخلنا ما من واحدة كما تقول حليمة ما من واحدة منا إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبته. لما تقول؟ لما يعلمنه من يتمه، ويقولن إنما نرجو الخير من والد الطفل وهذا يتيم. فعادت إليه مضطرة لأنها لم ترغب في الرحيل من غير ما رضيع، فعادت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدت بركته. فكذلك الناس يا صاحبي. الشافعي رحمة الله عليه أراد أن يعلمه، قال فدفعت إليه أكثر ما كان معي من الدنانير وقلت له خذ هذه، وإذا وقف بك غريب فلا تحتقر. فأعطاه أكثر مما أعطاه أولئك الأعيان ربما عدة مئات من المرات. فنظر إلي متعجبا، فاجتمع على باب الحمام خلق كثير، فلما خرجت عاتبني الناس. فبينما أنا كذلك يعني على كثرة ما أعطاه، يعاتبونه على كثرة ما أعطاه من المال ولم ينل منه وطرا، يعني لم يتحصل منه على فائدة، بل إنه شوه رأسه وشعره. فبينما أنا كذلك إذ خرج بعض من كان في الحمام من الأعيان، فقدمت له بغلة ليركبها، فسمع خطابي لهم فانحدر عن البغلة بعد أن استوى عليها وقال لي أنت الشافعي؟ فقلت نعم. فمد الركاب مما يليني وقال بحق الله اركب، ومضى بالغلام مطرقا بين يدي حتى أتيت إلى منزل الفتى. ثم أتى وقد حصلت في منزله، يعني كنت هنالك في منزله، فأظهر البشاشة ثم دعا بالغسل فغسل علينا، ثم حضرت المائدة فسمى وحبست يدي. فقال ما لك يا أبا عبد الله؟ فقلت له طعامك علي ممتنع حتى أعرف من أين هذه المعرفة. قلت الشافعي وعزمت علي حالفا بالله تبارك وتعالى لأركبن، فلما حصلت لديك غسلت على يدي وقدمت المائدة وتقول يا أبا عبد الله فمن أين هذه المعرفة؟ فقال أنا ممن سمع منك الكتاب الذي وضعته ببغداد وأنت لي أستاذ. والنهى والمعرفة بين أهلها رحم. فقال أنا ممن سمع منك الكتاب الذي وضعته ببغداد وأنت لي أستاذ. قال الشافعي رحمه الله فقلت العلم بين أهل العقل رحم متصلة. فأكلت بفرحة، إذ لم يعرف الله تعالى إلا بيني وبين أبناء جنسي، جنسه هو من بني آدم، وكل من انحدر من صلب آدم هو من جنسه، لا ليس من جنسه إلا من كان من أهل العلم، فهو يحمد الله تبارك وتعالى على أن جنسه إلى العلم وبالعلم ومن أجل العلم. قال فحمدت الله تبارك وتعالى وأكلت بفرحة، إذ لم يعرف الله تعالى إلا بيني وبين أبناء جنسي، وأقمت ضيفه ثلاثا. فلما كان بعد ثلاث قال إن لي حق الضياقة، إن لي حول حران أربع ضياع ما بحران أحسن منها، أشهد الله أني اخترت المقام، إن اخترت المقام عندي فهي هدية لك، هذه الضياع التي هي حول حران أشهد الله إن اخترت المقام معي أن تكون هذه الضياع هدية مني إليك.
فقلت فبما تعيش؟ قال بما في صناديقي تلك، وأشار إليها وهي 40,000 درهم، وقال أتجر بها. فقلت ليس إلى هذا قصدت، ولا خرجت من بلدي لغير طلب العلم، يعني لا تفسد علي نيتي، أنا ما أردت المقام ببلد إلا من أجل العلم، ولا ارتحلت عن بلد إلا طلبا للعلم. فقال لي فالمال إذن من شأن المسافر، فقبضت 40,000، وانعكست المسألة مستديرة، عرض عليه الضياع على أن يتجر هو في 40,000 كانت عنده في صناديقه، فلما أراد الرحيل أعطاه 40,000 وبقي هو في ضياع. قال وودعته، وخرجت من مدينة حران بين يدي أحمال، ثم تلقاني الرجال وأصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة والأوزاعي، فأجزت كل واحد منهم على قدر ما قسم له، حتى دخلت مدينة الرملة وليس معي إلا 10 دنانير من 40,000، فاشتريت بها راحلة واستويت على كورها، وقصدت الحجاز، فما زلت من منهل إلى منهل حتى وصلت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 27 يوما بعد صلاة العصر، فصليت العصر ورأيت كرسيا من حديد عليه مخدة من قباطي مصر مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الشافعي رحمه الله وحوله 400 دفتر أو تزيد، وبينما أنا كذلك إذ رأيت مالك بن أنس رضي الله عنه قد دخل من باب النبي صلى الله عليه وسلم وقد فاح عطره في المسجد، تغيرت الحال، كرسي ومخدة من قباطي مصر وعطر يفوح شذاه في المسجد، وحوله 400 أو يزيدون. فلما وصل أوسع له من كان قاعدا وجلس على الكرسي، فألقى مسألة في جراح العمد، جلس على الكرسي وألقى مسألة في جراح العمد، فلما سمعت ذلك لم يسعني الصبر، فقمت قائما في سور الحلقة بعيدا، والعمائم ظاهرة والدفاتر منشورة والأقلام كالأسنة كالرماح مشرعة، وكل ينتظر أن تتحدر لقبة من فم مالك حتى تقيد، وقد ألقى المسألة وانتظر الجواب، والشافعي هنالك في سور الحلقة. لم يسعني ذلك، يعني عندما ألقي السؤال لم يسعني الصبر، فقمت قائما في سور الحلقة فرأيت إنسانا فقلت له قل الجواب كذا وكذا، فبادر بالجواب قبل فراغ مالك من السؤال، فأضرب عنه مالك وأقبل على أصحابه فسألهم عن الجواب فخالفوه، خالفوا الرجل الذي أسر إليه الشافعي بالجواب، فقال لهم أخطأتم وأصاب الرجل، ففرح الجاهل بإصابته، وهو كذلك دائما، كل جاهل يحب أن يوصف بالعلم، فلو لقيت جاهلا فقلت له يا عالم لانتشى منتفخا، حتى لربما تفتقت أزراره عن انتفاخ صدره، وربما تفتقت ثيابه من امتلاء جسمه غرورا وكبرا، وإذا لقيت جاهلا فوصفته بما هو فيه لأوسعك ضربا. قال ففرح الجاهل بإصابته، فلما ألقى السؤال الثاني أقبل علي الجاهل يطلب مني الجواب، فقلت له الجواب كذا وكذا، فبادر بالجواب فلم يلتفت إليه مالك وأقبل على أصحابه واستخبرهم عن الجواب فخالفوه، فقال لهم أخطأتم وأصاب الرجل. قال الشافعي عليه الرحمة
فلما ألقى السؤال الثالث قلت له قل الجواب كذا وكذا، فبادر بالجواب فأعرض مالك عنه وأقبل على أصحابه فخالفوه، قال أخطأتم وأصاب الرجل، ثم قال للرجل أدخل ليس ذلك لك بموضع، موضعك بين يديك وأمام هؤلاء جميعا، أدخل فليس هذا بموضع لك. فدخل الرجل طاعة منه لمالك وبقي الشافعي، وجلس الرجل بين يدي مالك فقال له مالك فراسة قرأت الموطأ؟ لأن شكله ليس ممن يمكن أن يكون قرأ الموطأ. فقال قرأت الموطأ؟ قال لا. قال فنظرت ابن جريج؟ قال لا. قال فلقيت جعفر بن محمد الصادق؟ قال لا. قال العلم هذا من أين؟ قال إلى جانبي غلام شاب يقول لي قل الجواب كذا وكذا فكنت أقول. قال فالتفت مالك والتفت الناس بأعناقهم لالتفات مالك رحمه الله، فقال للجاهل قم فمر صاحبك بالدخول إلينا. قال الشافعي فدخلت فإذا أنا من مالك بالموضع الذي كان الجاهل فيه دالسا بين يدي. فتأملني ساعة وقال أنت الشافعي، لقد طال المدى وتغيرت الحال، وكان قد خرج من عنده بغير شعر في عارضيه، والآن عاد يتفتق رجولة وشبابا، أنت الشافعي؟ فقلت نعم. فضمني إلى صدره ونزل عن كرسيه وقال أتمم هذا الباب الذي نحن فيه حتى ننصرف إلى المنزل الذي هو لك المنسوب إليه، حتى ننصرف إلى المنزل الذي هو لك وملكك ومن كان منسوبا إليه، حتى ننصرف إلى نحن نتكلم عن الأئمة، فماذا تنتظر من جواب وماذا تنتظر من بلاغة وماذا تنتظر من فصاحة؟ قال حتى ننصرف إلى المنزل الذي هو لك المنسوب إليه. قال الشافعي رحمه الله فألقيت 400 مسألة في جراح العمد فما أجابني أحد بجواب، واحتجت أن آتي 400 جواب، فقلت الأول كذا وكذا والثاني كذا وكذا حتى سقط القرص وصلينا المغرب، فضرب مالك بيده إلي، فلما وصلت المنزل رأيت بناء غير الأول فبكيت، فقال مما بكاؤك؟ كأنك خفت يا أبا عبد الله أن قد بعت الآخرة بالدنيا. قلت هو والله ذلك. قال طب نفسا وقر عينا، هذه هدايا خراسان وهدايا مصر، والهدايا تجيء من أقاصي الدنيا. كان مالك في عسرته يعيش على صلة الليث بن سعد رحمة الله عليه، الفقيه إمام أهل مصر وإمام الدنيا أيضا مع مالك رحمهما الله تعالى. فقال له قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا ويرد الصدقة، وإن لي 300 خلعة من رقيق خراسان وقباطي مصر، وعندي عبيد بمثلها لم تستكمل الحلم، فهم هدية مني إليك، وفي صناديقي تلك 5000 دينار أخرج زكاتها عند كل حول، فلك مني نصفها. قلت العلم يكفي، وهب له ما وهب من هذه الأموال الجزيلة والنعم الطائلة. قال قلت إنك موروث وأنا موروث، فلا يبيت جميع ما وعدتني به إلا تحت خاتمي ليجري ملكي عليه، فإن حضرني أجلي كان لورثتي دون ورثتك، وإن حضرك أجلك كان لك دون ورثتك، كان لي دون ورثتك. فأبى إلا العلم. قال فتبسم في وجهي وقال أبيت إلا العلم. لم يقل له تستعجل موتي أو تشك في عدتي أو غير ذلك مما يتمحك فيه أولئك الذين يعطون ولا يصدقون، وإنما قال متبسما أبيت إلا العلم. فقلت لا يستعمل أحسن منه، وما بت إلا وجميع ما وعدني به تحت ختمي. فلما كان في غداة غد صليت الفجر في جماعة وانصرفت إلى المنزل أنا وهو وكل واحد منا يده في يد صاحبه، إذ رأيت كراعا على بابه من جياد خراسان وبغالا من مصر، فقلت له ما رأيت كراعا أحسن من هذا؟ فقال هو هدية مني إليك يا أبا عبد الله.
فقلت له: دع لك منها دابة. فقال: إني أستحيي من الله أن أطأ تراب قرية فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم بحافر دابة. فكان مالك لا يركب دابة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد علت به السنة. فقل: أستحيي من الله أن أركب دابة تطأ بحافرها أرضا تضم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: فعلمت أن ورع الإمام مالك باق على حاله، فأقمت عنده ثلاثا ثم ارتحلت إلى مكة وأنا أسوق خير الله ونعمته، ثم أنفذت من يعلم بخبري. فلما وصلت الحرم خرجت العجوز ونسوة معها فضمتني إلى صدرها. قال الشافعي رحمة الله عليه: فلما هممت بالدخول قالت للعجوز، يعني أمة، إلى أين عزمت؟ قلت: إلى المنزل. فقالت: هيهات، تخرج من مكة بالأمس فقيرا وتعود إليها مترفا تفخر على بني عمك بذلك؟ قلت: ما أصنع؟ فقالت: نادي بالأبطح في العرب بإشباع الجائع وحمل المنقطع وكسوة العراة فتربح ثناء الدنيا وثناء الآخرة. ففعلت ما أمرت به، وسار بذلك الفعل للرجال على آباط الإبل، وبلغ ذلك مالكا فبعث إلي يستحثني على الفعل، يعني على الكرم، ويعدني أنه يحمل إلي في كل عام مثل ما صار إلي منه، وما دخلت إلى مكة وأنا أقدر على شيء مما جاء معي إلا على بغلة واحدة وخمسين دينارا. بأمر أمه، بأمر العجوز، وحق له. فمثل هذه تلد الأئمة، مثل هذه تلد الأئمة. تقول: هيهات، أين تريد؟ قال: المنزل، ومعك هذه النعمة الظاهرة والمال الوفير، هيهات، تخرج من مكة بالأمس فقيرا وتعود إليها مترفا تفخر على بني عمك بذلك، فماذا أصنع؟ نادي بالأبطح في العرب بإشباع الجائع وحمل المنقطع وكسوة العراة فتربح ثناء الدنيا وثناء الآخرة. رحمة الله عليه وعليه، وتعلم أنها حبست نفسها على تربيته، إذ تربي يتيما رحمة الله عليه. فوقعت المقرعة التي يقرع بها البغلة، فناولتني إياها أمة على كتفها قربة، فأخرجت لها خمسة دنانير. فقالت للعجوز: ما أنت صانع؟ فقلت: أجيزها على فعلها. فقالت: ادفع إليها جميع ما تأخر معك. فدفعته إليها ودخلت إلى مكة، فما بت تلك الليلة إلا مديونا. وأقام مالك رحمه الله يحمل إلي في كل عام مثل ما كان دفع إلي أولا 11 سنة. فلما مات ضاق بالحجاز، وخرجت إلى مصر، فعوضني الله عبد الله ابن عبد الحكم فقام بالكلفة. فهذا جميع ما لقيته في سفري، فافهم ذلك يا ربيع. يقول ذلك الربيع رحمة الله عليه تلميذه الشافعي رحمة الله عليه، كان رجلا لا كمثله الرجال، كان صادقا وكان شهما وكان عفيفا وكان فصيحا وكان بليغا وكان كريما، وكان قبل ذلك كله كان عالما متثبتا فقيها، حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: إنه ما قامت رؤوسنا نحن أهل السنة إلا عندما جاء الشافعي، لأن المتكلمين وأصحاب الجدل كانوا يعتدون على أهل السنة ببذيء الكلام، ولا يستطيع أهل السنة قبل دخول الشافعي بغداد ولقياه من كان هنالك من علمائها من أهل السنة، لم يكونوا يستطيعون أن يردوا على أولئك المجادلين ممن أوتوا جدلا، حتى دخل الشافعي فأدخلهم في أقماع السمسم، حتى أدخلهم في أقماع السمسم، ما زال يكبتهم حتى أدخلهم في جحورهم. وقامت قائمة أهل السنة من علمائها عليهم الرحمة، والشافعي رحمة الله عليه كان قد أوتي علما وفهما، وكان أمة واحدة رحمة الله عليه، فضائله كثيرة.
ومزاياه عديدة، ومناقبه مذكورة في الكتب ومشهورة، ولفت فيه الكتب، ألفها الأئمة في مناقب الشافعي عليه الرحمة. فتلحظ شيئا في هذا الذي ذكر، وإن كان البحث في إسناده يرجأ إلى حين بإذن الله القوي المتين. الشافعي عليه الرحمة تلحظ شيئا في كلامه، وتلحظ شيئا في حياته، وهو ذلك الإخلاص المتبدي في ثنايا قوله، وفي تضاعيف فعله، وفي كل حياته للعلم. ذلك الإخلاص للعلم، وتلك الحركة من أجل طلب العلم، وتلك الوفرة الموفورة من صرف النعمة، كل النعمة من أجل العلم، ولتحصيل العلم، ولإكرام أهل العلم، وللقيام على شأن العلم، مع الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومع العبادة، مع العبادة الموفورة لله تبارك وتعالى، ومع كرم النفس، ومع كل ذلك. وأنه كان إمام الدنيا في وقته، كان أحمد رحمة الله عليه لشدة فقره يقف في العراق في بغداد مستقبلا مصر بعد أن رحل إليها الشافعي، يقول: لو ملكت كذا وكذا درهما لرحلت إلى الشافعي بمصر. وكان كما يقول ولده الإمام ابن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد يقول لأبيه: يا أبت، إني لأراك تدعو للشافعي قبل أن تدعو لنفسك في الصلاة. فماذا يعني، ما هو الشافعي؟ من كان يكون هذا الشافعي؟ فقال له: يا ولدي، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للبدن، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان رحمة الله عليه، مع ما كان فيه من الإمامة، ومع ما كان فيه رحمة الله عليه من الجلالة، جلالة العلم، ومع ما كان فيه من الفصاحة، حتى إن الأصمعية وهو راوية العرب يقول: صححت شعر الهذليين على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس رحمة الله عليه، وكان قد دخل البادية يجمع شعر الهذليين، وهو من أفصح الشعر ومن أمتنه ومن أصعبه، مع ما فيه من غرابة اللفظ وحوشي الكلام. الشافعي رحمة الله عليه مع ما كان فيه من الجلالة، إذ يجلس في الجامع العتيق بمصر المحروسة بحراسة الله رب العالمين من بعد صلاة الصبح، فما يزال مع أهل الحديث في حديثهم، ومع أهل الفقه في فقههم، ومع أهل اللغة في لغتهم، ومع أهل العروض في عروضهم، حتى يمتع النهار وحتى تأتي الظهيرة رحمة الله عليه. ومع ذلك اعتدوا عليه ضربا، وكان من هنالك من متعصبة الفقهاء يحاولون إيذاءه، وقد آذوه فعلا، وكان ممرضا، حتى إنه مات ولم يصل بعد الكهولة إلى حد الغلو في الشيخوخة رحمة الله عليه. فإن الشافعي رحمة الله عليه مات في حدود 54 عاما رحمة الله عليه. الشافعي رحمة الله عليه ضرب بمصر مرات من أجل ما كان هنالك من اختلاف في المذهب، حتى إن واحدا من أولئك جعل يوما والشافعي فيه رهافة حس، فكان يأتي بالغالية وهو طيب مخلط من أجود الطيب، ويجلس عند أسطوانة المسجد فيجعل بالدراهم الغالية مطليا بها الأسطوانة، حتى يتضوع في المسجد ريحها بشذاها، ويجلس هو في هذا الجو المعبق بالطيب، ليعطر الجو بطيب أنفاس الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه. وفي يوم من الأيام شم في المسجد رائحة خبيثة، فقال: ما هذا؟ قال: لا ندري يا إمام. قال: لينظر كل منكم في نعله. ففتشوا النعال فلم يجدوا فيها بأسا، لم يجدوا بها بأسا ولم يجدوا فيها شيئا. قال: لينظر كل منكم في ثيابه. فأقبلوا على ثيابهم فلم يجدوا شيئا، فأخذوا يفتشون، وإذا واحد من أولئك المجانين من المتعصبة قد أتى بالعذرة بالغائط فطلى نصف شاربه، وتضوع المجلس بتلك الرائحة الخبيثة. قال: ما هذا؟ ف
فقال: رأيت كبرك إذ تطلي الأسطوانة بالغالية بالطيب، فأردت أن أتواضع بهذا لله رب العالمين. فقال: خذوه إلى صاحب الشرطة فليعزره، وقولوا له: يقول لك الشافعي إن هذا قد دنس المسجد بالأنجاز. الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الفحل الكبير رحمه الله، أخلص للعلم فآتاه الله. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحمنا وأن يرحمه وأن يرحم علماءنا أجمعين رحمة غامرة واسعة، لا تدع لنا ذنبا إلا اجتاحته، ولا تدع لنا معصية إلا استأصلتها. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحمه والإمام مالكا وجميع علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين رحمة واسعة غامرة، وأن يجمعنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.